بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في أنواع الديانات الهندية والهندوسية، أغلب أنواع الديانات هناك عندهم راقي، وهو كبيرهم مثلا أو يعتبر شيخهم، الذي يرقي على المرضى وينصرعون وتتغير أصواتهم وتدور أعينهم ويرتجفون ويرتعدون بالضبط نفس المسلم الذي يقرأ عليه القرآن ويصرع. وهذه المقاطع موجودة في اليوتيوب. حتى عند النصارى القسيس يمسك الصليب ثم يضعه ويوجهه على المريض ويتلو عليه آيات وشركيات ويصرع مثل صرع المسلم بالضبط، بشكل مرعب وهستيري والصوت متغير. إذن يا أخوة، لنكن صريحين، ما هو العام المشترك؟ العام المشترك ليست هذه الشركيات. القرآن لا يقارن ولا يوضع في هذه الأماكن. القرآن كتاب مقدس، كتاب غير محرف، هو كتاب الله الحق العزيز الكريم. العام المشترك هو المريض النفسي الذي يحمل في نفسه قناعات ويقين أن في داخله عفريت وجني، وهو ذاهب ويعلم أنه سينصرع، ويعني فيه حالة مرضية يسمونها في علم النفس الحالة المرضية الهستيرية. أحد الرقاة التائبين يقول: أنا كنت أشك في الأمر أن هذه أمراض نفسية أصلا، فبدأت أقرأ عليهم أبيات شعر فإذا هم ينصرعون مثل صرع القرآن، فعلمت يقينا أن هذا مرض نفسي، فتاب إلى الله وعاده واستغفر الله سبحانه وتعالى وترك هذه البلوى، هذه المصيبة. وهذا راقي آخر تائب يعترف يقول: كنا نضع في الماء أعشاب شديدة السمية، خطرة جدا حتى على العقل، فيشربها الموسوس الذي يأتينا فيتقيأ حتى يعتقد أنه أخرج السحر واستفاد من الرقية التي وهذا الماء المقري عليه الذي قدمناه له. يعني يا جماعة الخير، عمل نصب واحتيال، استغلال للمرضى النفسيين واصطياد الموسوسين الجدد، ثم بعد ذلك بث الشبهات وبث الوساوس في نفوسهم عندما يأتون إلى هؤلاء الرقاة ويقول: تعالي مرة أخرى، أنت فيك علامات مس، أنت تشعر بتنميل في جسمك، هل تشعر بنبر في جسمك، هل تشعر بانتفاخات في بطنك؟ بهذه الطريقة يجرون أرجل الزبائن مرة ورا مرة ورا مرة حتى يتقمص الإنسان هذا المرض ويتشربه ويعيش أعوذ بالله الكآبة، وبأنه محاط وأنه مسحور وأن العفاريت من حوله تدور. العجيب في الأمر أن هذا الراقي وهذا المعبر عندما يقول للشخص: أنت مسحور أو أنت فيك مس أو عين، هم عندما تسألهم هل تقول عندك يقين في هذه المعلومة، يقول: لا، أعوذ بالله، نحن لا نعلم الغيب، ولكن على غلبة الظن. تخيل يلقي فيك هذه الشبهة وهذه الوسوسة العظيمة العملاقة على غلبة الظن، يعني على الشك، شاك، مو أكيد الموضوع. تخيل تقول لفتاة بنت: أنت في داخلك عفريت، وتتركها تذهب إلى البيت، وقبل أن تذهب شاهدت أشكال غريبة مرعبة تسرع أمامها من الحالات المرضية النفسية المتقدمة، كيف سيكون شعورها عندما تذهب إلى بيتها وتأوي إلى غرفتها؟ دمرها، هذا مجرم، هذا الراقي مجرم، هذا المعبر الذي عبر بالسحر والمس والعين هذا مجرم، هذا ساهم في تدمير أسرة، في تشتيت عائلة، أدى إلى ضرر نفسي لهذه العائلة وهذه الإنسانة. بعضهم يصل مرحلة إلى الطب النفسي، بعضهم يصل مرحلة إلى الجنون. حالات طلاق كثيرة حصلت بسبب هذا الأمر، بدأوا يوسوسون: من الذي عمل السحر؟ فتشك في حماتها، وتشك في بنات خالاتها وبنات عماتها، وتشك في خوات الزوج وفي أم الزوج، وتشك أعوذ بالله، فتح عليهم أبواب إبليس هذا المعبر المجرم وهذا الراقي المرتزقة الذي اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. أسألكم بالله، هل ترجون من إنسان بشع جشع يتفل أجلكم الله على الماء وعلى العسل ويبيعه لكم أضعافا مضاعفة، إنسان مادي؟ أنا لا أدري كيف تذهبون وترجون منهم مثلا يعني أن تحصل بركة على يدهم. أصلا من أبرز علامات الصادقين التي ذكرها الله تعالى في كتابه القرآن الكريم: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يستدلون بحديث الصحابة، كان عددهم تقريبا 30 في الروايات، عندما كانوا في سفر فمروا على أهل قرية
فلم يضيفوهم وطردوهم، فقدر الله أن يلدغ سيد هذه القرية. فأتوا عند الصحابة فقالوا: هل يوجد أحد يرقي؟ هل من راقي؟ فقال الصحابي: نعم أنا أرقي، ولكن إذا الله شافاه هل تعطون شيء؟ فقال: نعم نعطيكم. فاشترطوا عليهم، فرقى الصحابي سيد هذه القرية بفاتحة الكتاب، فشافاه الله مباشرة وقام كأن لم يكن به شيء، كرامة من الله. هذه كرامة من الله تعالى على يد هذا الصحابي الجليل، لا مقارنة. الصحابة كانوا في حالة اضطرار، ناس في سفر ومنقطعين ومضطرين. إيش علاقة هذا الموقف بالحاصل الآن في بلادنا؟ بيوت مفتوحة فقط للرقية، ودجل وكذب ونصب واحتيال. أولا يا أخوة سأعطيكم معلومة: لا أحد يعلم أنك مسحور أو محسود أو ممسوس. الذي يقول لك أنت فيك سحر أو مس أو عين هذا كذاب، والله كذاب، لأن هذه الأمور في الغيبيات. الله سبحانه وتعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ظهرت فضائح كثيرة عنهم وعن تحرشاتهم الجنسية في النساء. أنا أنصحكم نصيحة من القلب: احفظوا أنفسكم من هذه المفاتيح الثلاث، مفاتيح الشيطان الثلاث التي تفتح عليك الدمار النفسي والدمار الأسري، وتجعلك في النهاية مجنون ومخبول، وتتطلق من زوجك وتهلك. المفتاح الأول المعبر، خصوصا معبري الرؤى الذين يفتون بالعين والسحر والمس، اهرب منه هروبك من المجذوم. تعبير الرؤى حق ومثبت في الكتاب والسنة، وأنا شخصيا رأيت رؤى ووقعت أمام عيني، ولكن نحن نتحدث عن مسألة التعبير الخاطئ، أني أتكلم في أمور مشكوك فيها وتؤدي إلى ضرر عظيم لهؤلاء المساكين. والله يا شيخ أنا رأيت قط أسود وقطط سودة حولي. أرقي نفسك لعلها عين. والله يا شيخ أنا رأيت عقدة من شعر وخرجتها من فمي. هذا سحر. والله يا شيخ أنا رأيت طائر وهذا الطائر كان بيده رسالة وفيها طلاسم. نعم أنت مسحورة. وعندما تتكلم مع هذا المعبر تقول: هل التعبير على اليقين أم على غلبة الظن؟ يقول: لا غلبة الظن، أعوذ بالله، العلم الغيب عند الله. ظن يعني شك يا أخوة، يعبر لكم على الشك، يمكن. طيب أنت إيش عرفك أن هذه الرؤية من الشيطان حتى يدخلهم هذا الفخ؟ طيب إيش عرفك أن التعبير غير هذا التعبير تماما؟ خروج العقدة من الفم، الخيط المربوط مثلا أو الشعر المربوط، أو إنسان تقيأ خيوط، معناتها زوال أذى من المعدة وزوال الشر، وكان مريض الإنسان وسيزول شره. هذا تعبير وارد ومعروف. يا أخي والله أنا أنصحك أيها المعبر، إن كنت تتقي الله قف رجاء. أنت لا تعلم مدى الأثر الذي تدمر به الأسر. المفاتيح الثلاث لأبواب الشيطان: معبر الرؤى والراقي والساحر. أنا أتحداكم أن تأتوا لي بحديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة وقال له: تعال أنت فيك سحر ونوع سحر كذا، ثم رقى عليه وأخرج من هذا السحر وفك هذا الربط. لا يوجد، لا يوجد حديث واحد ولا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمح لأحد من الصحابة أن يفتح بيته ليرقي الناس، غير موجودة يا إخواني. والله الذي يحدث هذا في زمننا الآن هذه بدعة لا يرتضيها ديننا الإسلامي. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه له تسجيل، وسأضع لكم المقطع، يتكلم عن هذه الرقاة المرتزقة الدجالين الذين يفتحون بيوتهم ويسترزقون من الناس ويأخذون المال مقابل الرقية. قال الشيخ ابن عثيمين: هؤلاء باعوا الآخرة مقابل الدنيا، اشتروا الدنيا بالآخرة، باعوا دينهم. وكان له توجيه رحمه الله بأن تتدخل السلطات الرسمية في الدولة لحجب هؤلاء الناس ومنع شرهم من أبنائنا وبناتنا. لكن التكسب بالرقية كثر كثيرا جدا. أما من جعل القرآن الكريم وسيلة للتكسب فقد اشترى الدنيا بعمل الآخرة والعياذ بالله، وما له في الآخرة من نصيب. وهذه مسألة في الواقع صارت على مستوى كبير الآن
وينبغي أن تعالج من قبل المسؤولين في الدولة. نعم. لأكشف لكم الخطة الشيطانية. الشيطان لا يستطيع أن يحمل منديلا. الحديث الصحيح المتفق عليه عند البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، يعني لا يستطيع أن يفتح باب مغلق. هذا حديث صحيح متفق عليه، ودليل قاطع على أن الشيطان ليست له أي صلاحية في التحكم بالماديات. الدليل الثاني أنه لا يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، رد كيد الشيطان وحصره في الوسوسة فقط. هذه نعمة من الله علينا. لو كان الشيطان يستطيع أن يحمل منديلا لفسدت الأرض. أبسط ما يكون يحمل السم البودر الذي هو أخف من المنديل أصلا، ويضعه لنا في الماء فنتسمم ونموت. لو كان يستطيع أن يتحكم ويحمل الماديات يأخذ المسدس ويقتلنا في الشوارع. إذن فقط الوسوسة يستطيع الشيطان أن يدمر حالتك وحياتك النفسية ويوصلك إلى مرحلة الجنون، ليس مباشرة، ليست بقوته يدخل هكذا ويصرع الناس، هذا غير موجود وغير صحيح. والدليل واضح لمن كان له عقل ويفهم. كثير من المسلمين ينسون الأذكار، لماذا لا نراهم في الشوارع يصرعون ويخبطون ويطرحون في الأرض يمنة ويسرة؟ الكفار أصلا لا يعرفون الأذكار، لماذا لا نراهم في شوارعهم يطرحون ويسقطون ويصرعون ويصرخون؟ الله لم يعطي الشيطان هذه الصلاحية، احذروا وانتبهوا. والآية واضحة وصريحة، وضوح الشمس. قال الله تعالى عن الشيطان عندما كان يخطب في أهل النار لما كانوا يلومونه، قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هل يستطيع أن يتخبطك في حياتك ويوصلك إلى مرحلة الأمراض النفسية المتقدمة؟ نعم يستطيع، بالوسوسة يزرع في رأسك البذرة فقط. تأخر زواج البنت مباشرة، سحر التعطيل. مشكلة بين الزوجين، قالوا سحر التفرقة. فشل في الدراسة، عين حسد. الشماع موجودة جاهزة، أي شيء شيطان يزرع البذرة الأولى في رأسك. فإن استقبلت هذه البذرة واحتضنتها وأويتها ورعيتها وبدأت تركز عليها، على هذه الفكرة أنك ممسوس أو مسحور، ثم بعد ذلك يسحبك الشيطان إلى الخطوة الثانية، ادخل إلى الإنترنت وقرأ عن علامات المس والسحر والعين، ثم تتعمق في هذا الأمر وتبدأ تشاهد مقاطع فيديو عن الناس المصروعة أو المسحورة، وتبدأ الوسوسة تزيد في قلبك، فتذهب وتسأل عن راقي ليرقيك، والراقي سيسحبك وسيدمرك من أجل أن يتكسب من ورائك، فيعطيك المعلومات الغيبية فيكذب على الله ويرجم بالغيب ويدخل عليك الوهم ويفتح عليك أبواب الشيطان، ولن تخرج من هذا الأمر إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأنك اتبعت هذه الخطوات، ويريدك أن تصل إلى هذه المرحلة النفسية والوسوسة بحيث يجعلك تدمر نفسك بنفسك. ولا يستطيع، ولكن يستطيع أن يجعلك أن تسير خلف دعوته لك. لماذا تتبع خطوات الشيطان؟ لماذا اتبعت خطواته؟ أول مرة أتاك وقال لك أنك مسحور أو ممسوس أو معيون، المفروض الواجب بما أن الله أعطاك حرية الاختيار، تستطيع أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي وتذهب باتجاه آخر. ما يجبرك الشيطان، هو يوسوس في صدرك، يقولك اذهب خطوة ورا خطوة ورا خطوة ورا خطوة إلى أن يدمرك. فالاتباع يبدأ من عندنا. أغلب الآيات القرآنية الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان، نحن الذين نتبع. الله سبحانه وتعالى يقول إلا من اتبعك من الغاوين، إذن نحن الذين نتبع. في الصغر عندما كنا نشاهد فيلم رعب كنا لا نستطيع أن ننام حتى تشرق الشمس، حتى يطلع الفجر، ونتخيل أن هناك يد ستخرج من تحت السرير، وإذا ذهبنا إلى دورة المياه نذهب ونتوقع أن هناك شيء تحرك، ونتخيل أمور وأوهام. يكون هذا اليوم يوم كئيب أسود في حياتنا، فنستبشر عندما تطلع الشمس. تخيل أنك أنت في هذا اليوم نفسه ما شفت فيلم رعب، كيف ستكون حياتك ونومتك؟
ستكون طبيعية جدا وكأن لم يكن شيء. إذن الشيطان ملعبه الخيال والوهم، وأنت السبب، أنت السبب في مسألة تطور هذه الفكرة في رأسك. ودائما تذكروا هذه الآية، قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله يأمرنا بأن لا نخاف الشيطان. وتابعوني بإذن الله في الأجزاء القادمة، هي سلسلة مترابطة، لا يصلح أن تسمع جزء وتترك الأجزاء الباقية، حتى تتكون عندك الفكرة ويكون عندك المشهد واضح والصورة متبلورة تماما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الدرس مباركا مبروكا، وأن يجعله بردا وسلاما وأمانا على الناس. بردا وسلاما وأمانا.